مرحبا يا أصدقائي، كيف حالكم اليوم؟ لدينا اليوم قصة جديدة وموضوعها عن تقديم العون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. في ظهيرة أحد الأيام المشمسة، كان هاني وسامر عائدين من المدرسة. على الطريق قال هاني لسامر: دعنا نمشي بسرعة ونصل البيت بسرعة، أمي قالت أنها ستخبز كيك. فجأة شاهدا رجلا شابا مقعدا على كرسي بعجلات يحاول عبور الشارع. قال سامر: يجب أن نساعد هذا الرجل. قال هاني: أوه تعال، سنضيع وقتنا، لا أستطيع الانتظار، أريد أن أكل الكيك. قال سامر بهدوء: لكن إن ساعدنا هذا الرجل، ألا تعتقد أن العمل الحسن أحلى بكثير من الكيك؟ فكر هاني قليلا وأومأ برأسه موافقا، وساعدا الرجل بعبور الشارع. على الجانب الآخر من الشارع كان هناك بعض الناس واقفين، وقد أثنوا على الولدين لأنهما كانا مساعدين ولطيفين مع الرجل. ذهب الولدان باتجاه المنزل. قال هاني: أنت على حق يا سامر، أنا أشعر شعورا رائعا، يجب أن لا نترك أبدا أي فرصة لمساعدة الآخرين. ثم سارعا نحو المنزل ليأكلا الكيك. حاولوا دوما أصدقائي أن تقدموا المساعدة لمن يحتاجها، سواء كان خارج المنزل أو حتى داخل المنزل، نستطيع أن نقدم المساعدة لأي أحد أيا كان. هل قدمتم العون لأحد أو ساعدتم أحدا اليوم؟ شكرا لكم على استماعكم اليوم، وألقاكم في المرة القادمة إن شاء الله.